ورجعنا لكم مرة تانية وبنستقبل ضيفنا كابتن مصطفى نجم، نجم ولاعب الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن ومنور الدنيا. مساء الخير، نورك يا مها، وانا سعيد بوجودي معاكي، أنا أسعد طبعا، ومساء الخير لعشاق نادي الزمالك كلهم في مصر وفي الوطن العربي. بشكرك جدا. تعالى كده من البداية كده نبدأ بالزمالك وأدائك، يعني شايف أداء الزمالك إزاي الفترة الأخيرة؟ عارف كان عندنا رمضان كنا الحمد لله ماشيين كويس جدا، بعد كده تعثرنا شويه، وبعد كده الفتره الاخيره الحمد لله نقدر نقول ان احنا ماشيين بشكل الى حد ما كويس جدا. يعني أنا شايف مع مستر فيريرا والجهاز المعاون الفترة الأخيرة مركزين أهم حاجة الثلاث نقاط، ثلاثة بونت، ونجح بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت إن هو يحرز أكبر عدد من النقاط. معنا 51 نقطة، إحنا متصدرين متصدرين الدوري. الدوري 51 نقطة، ممكن الأهلي عنده ثلاث مباريات، كان عنده أربع مباريات، لعب امبارح المباراة اللي هي وخسر الخسارة من سموحة. سموحة أعتقد إنه الأهلي كمان هيخش في مشاكل كتير، كون إنه أول مباراة في مؤجلة لي، وعدم وجود مدير فني وتعيين مدير فني جديد. أعتقد إنه الأهلي ممكن ياخد وقت عشان يقف على رجليه تاني، إنما إحنا في استقرار الحمد لله رغم الغيابات الكتيرة عندنا، ورغم غيابات مؤثرة ولعيبة مؤثرة، أبو جبل وطارق حامد وأوباما وفتوح وحازم إمام وفتوح وحمزة وحازم إمام المسلوسي. والمسلوسي، إلا إنه نادي الزمالك دايماً ما بيقفش على لاعب. نادي الزمالك عنده قطاع ناشئين على أعلى مستوى طبعاً.